جمعة، فيصل الدخيل، عدنان الناهر، يوسف الروضان، عباسم أو فتحي. أنا الوحيد يمكن من إخواني أو جيلي ما باق سيارة أبوه أو يعني أنا ما أحب كذي، يعني حتى بالسفر ربعنا يأخذون سياكل، يأخذون بقيات، يأخذون جيتسكي، أنا ما أحب الألعاب الخطرة خاصة بالسفر، يعني رايح السانس ما مو رايح أتعور كله، حط الشيء السلبي ببالي فما غامر. فكل ربعنا يبقون سيارات أهاليهم 16 يتعلمون عليها، أنا كمان 18 ما بقت ولا سكت سيارة. فمرة قال لي أبوي، قال لي صاير كبري أنت، ليش ما تتقدم تراي، تروح تقدم لك إجازة، وربعنا يحنون يلا يلا يلا. قلت يلا يلا، أنا خواف يا من أعمالي خلق، وأتعلم شوية مني شوية، واحد قايل لي واسطة هناك بالمرور الصفطة، أيام صفطة يلا. وترجوني تقريبا أسبوعين، يلا يلا. قلت يا جماعة ما أحب الطريق، أنتم فيكم خير وبركة تودوني تجيبوني انتو شيء. كملت 18 عيب، يقولون باكر تبي تتزوج باكر كذي لازم تعال. قلت باكر اذا هذا، وانا خايف بيني وبينك السياره. لما اقنعوني هذا فالح ويا خالد رما، عندنا احنا نوديك تقدم تراي صفطه عاديه واللوحات ولا في مين ما تعرف تعلمت يا ابن مني مني مني. اقنعوني انا خواف سكان سيارات تمر لا اي والله. كان اروح احنا قبل أن نوصل مرور الجهره، كان التراي قبل أن نوصل مرور الجهره، واحنا رايحين الحين مرور الجهره بيننا وبينه تقريبا اشاره، وبعدين تقريبا كيلو الدشين مرور الجهره. هالكيلو هذا مرت سياره طايره صوبي، احنا واقف اشاره طاف الاشاره، داشه سياره ثانيه طقت هذا، هذا قلب هذاك راحت على الرصيف، هذا كل الموقف قدامي، وانا صار لهم شهرين يقنعوني وهذا شهر. طب تخيلي واحد في فوبيا سيارات ويصير الموقف هذا باختباره. قلت ما في يا ابن الحلال، سكرت السيارة قلت وقعت ورا، قلت والله ما أروح يا ابن الحلال، والله ربكم ربي واحد ما أروح ويا ابن الحلال، ومني يا معود عادي هذا الحوادث. قلت كذي ما بي، خلصنا وقعت شهر ثاني يلا اقنعوني ورحت. رحت غمض عيوني لا أشوف شيء. أول هدف كان مع التضامن على ملعبنا، تعادلنا 1-1 بالـ86 أو 87 أعتقد، صغير أنا، كان 1-0 التضامن، كان فريق قوي قوي جدا. كنت كورنر، أنا صغير يعني بالكورنر، تعرفين الكورنر لازم الطوال عشان يطق الكرة برأسه، فمساعد مدربنا اسمه جاسم راشد الله يذكره بالخير قال ثامر وخر عن الطوال خليك طرف الاحتياط، ناداني قال لي ثامر لا تصير بينهم وخر عنهم عشان اللاعبين الطوال ياخذون راحتهم وانت موجود يمكن يطقونك، او وخرت انا عنهم صرت بعيد شوي. وهو يقول لي انا مبين عشان لا يعورونك وخر، كنت صغير. فرفعت الكره سبحان الله طافتهم كلهم، طقت عندي هني انا رديتها بالشمال، حتى انا شوت يمين اشوت شمال يمين وشمال، فشتها يسار راحت من افضل الاهداف لي، راحت بالمثلث هناك صوت. انا لك صغير ركات، رحت حق المساعد المدرب قال شفت انا ذكي قايل لك تعال، هو خايف علي ما قال، قال انا ادري ان الكره راح تطب عندك وانت تقولها. هو مسكين
هو مخرني عشان خايف علي، مو يقول والله أدري عنك. فهذا أو أذكر أول هدف لي مع التضامن، ضد التضامن مع صيبخات. أول مرة أنا أدخن يعني ما ليش؟ قعدنا 40 يوم أيام لبونسكي المدرب الراحل لبونسكي، 40 يوم وحاطيننا فندق داير مدارة ملعب بألمانيا. هي ألمانيا تروحين سياحة لوع الكبد، بعد راح معسكر 40 يوم. فكنا ننطر اليوم نحسب الأيام عشان رد الديرة. فكنا هذه 94، فكنا نشخط على طوف نفس الانتخابات أربع عودان ونسوي إيه والله كل غرفة. كان علي فلاح كان يسويها ويا يوسف دوخي، كنا وإحنا سوينا نفسه من صدق كنت. وحتى أول ما دشينا في معسكر الفندق هذا كان قبلنا معسكر الإمارات، منتخب الإمارات، فقال يدرون إحنا وراهم جايين، الله يعينكم يا منتخب الكويت على المعسكر. فكانت أجواء رياضية بحتة بس ما فيها ترفيه، خاصة إذا برا الديرة، لو داخل الديرة مو مشكلة. وأنا توني متزوج صار لي سنتين، فالوضع تمرين الصبح عصر وبالليل، وإذا بيعطيك فري عشان ترتاحين يقول لك فري داخل الفندق، مو الفندق حفظناه يعني من 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 قوة شخصية لبونسكي. تعبنا فق ما في من الفراغة جنجفة ماشي أجرب سيجارة، أجرب سيجاير تولعت فيهم سيجاير 40. فرادين إحنا بالطيارة، طيارة خاصة كان حاطينها إحنا رادين بنروح وين؟ هيروشيما اليابان بطولة. كنا بنطب ماليزيا نلعب مباراة بعدين نروح هيروشيما، خلصنا من ماليزيا رحنا هيروشيما اليابان، فطيارة خاصة. فقعدنا كذي، قاعد لبونسكي قدام الطيارة لنا كمنتخب ها كبيرة لنا إحنا بس. فقلت حق أنا كان خالد الفضلي يعتقد عندي، قلت له أنا بروح ورا بدخن، وكان في تدخين عادي قبل القانون. فقال لي خلاص، فرحت ورا حط سماعات، حطيت لي أربع كراسي لأن طيارة فاضية بس لنا، وكانت اللي دارة الشيخ أحمد الفهد وأحمد اليوسف كله هناك قدام، كانوا والإداريين والمدرب. فقعدت ورا آخر شيء. تدرين اللي واحد أول مرة يدخن يستخف، فمدت أربع كراسي وانسدحت أدخن. تدرين من 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 ماليزيا لليابان 12 ساعة ما يتم، الطبين طوكيو ومن طوكيو تروحين هيروشيما يعني تعب. فدخل أنا دخل، وكنت أخذ وياي كتب حق المسافة طويلة فأقرأ عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، قصص الأنبياء أو الصحابة يعني كذي، خاصة السيرة أنا أحب كتب السيرة. فقع أقرأ راهي إن ما في إداري يهني لأنه فاضي، وعزك الله حتى لو يبي الحمام أهم هناك على ما يجيني طاف ثلاث حمامات عزك الله، فمو معقولة كذي أنا حاطته. ليش ذاك الوقت الحمامات انشغلت عزك الله؟ لبونسكية المدرب يا يتمشى، انا ما ادري حاط الكتاب كذي اي والله مسدح كذي يعني حاطه، ولا هو واقف وراي انا كذي وانزل وخريدتي نزلت كتاب بقلب الصفحه ولا هو فوقي يطالعني كذي. انا من الخوف قطيتها سيجاره بطياره، ووقف هو برود اعصاب عليه وقف يطالعني كذي زين وخر خلاها تحترق الطياره الحين، ويطالعني كذي ابي يتكلم عشان اشرح له ولا انا مو قادر اتكلم له، أبي أقول له وخر زين لا تحترق الطيارة الحين. وقعد دقيقة وراح، قلت يا معود روح، تو أنا أدورها وخلاص تبت تطفيها. كان يحبني ها من يوم تغير، من يوم من الحركات تغيرت علاقته وياي، حتى ما لعبني يعني وصفاني يعني صدق إيه والله، مع أنه هو قايل لنا برا أجواء التدريب اللي تبي تسوي سوي. في مباراة إحنا كان بألمانيا آخر مباراتنا بنرجع للكويت، فلعبنا مع فريق احنا نسميه احنا كمفردات طبابيخ، احنا كلاعبين اخر مباراه يسمونها مباراه ترفيهيه. فالظاهر اللي يشتغلون بالمدينه سوينا مباراه قبل رد الكويت، فدشينا ولا جمهور فل، فريق ما عندهم مو فريق مو لاعبين بس كذي يعني بس انهم مسوين. فلعبنا قلتيهم عايش الدور الحارس المرمى، احنا فزنا عليهم تقريبا 23-0 مو فريق يعني. فقلت لهم حارس المرمى مالهم
كل كرة يأشر حق الجمهور يسوي لهم كذي يسوي لهم كذي يعني، والجمهور يحبونه ويسوي دحرجة، عرفت اللي نفس الممثل، وأخرنا اللعب وغثنا بحركاته يعني. وإذا صاد كرة يسوي له كذي يعني، وإحنا فايزين 23، فصار فاول على 18 يعني على منطقة الجزاء. فقال الله يذكره الخير الكابتن الكبير عبيد الشمري، قال هذا الحارس المرمى أبوديه المستشفى. قلت له يا أبو محمد شلون؟ شي يقول لي شوف الحين صارت حيطة. عاد عبيد معروف يعني بالكرات الثابتة، كان يلعبها عبيد وراحت ليه المنطقة هذه، فطقت القائم طقت العارضة فوق، الحارس استعراضي طار يبي يصيدها ما قدر، دعم القائم حديد طاح غشيان شالوه بنقالة. طلعت عبيد كذي يقول مو قايل لك اودي شالوه بنقاله، قسم هذا قدامي قال الحين الحارس اودي له، هذا اللي يمثل علينا وصاير اراغوز خذكم الحين اودي ودوه بنقاله قدامي. بنتي مواليدها 8/9/93 توها جايه، فانا رحت معسكر المانيا 94 ما صار لها توها توقف توها، فبعز العمر اللي الأبو يتعلق فيها عارف الكبيرة الله يحفظها حنان، فكان وياي بالغرفة خدت صور لها، فاحنا نحط المتزوج يحط صور عياله والمنظرة، فأنا وياي منه خالد الفضلي بالغرفة روميت مالي، فحطيت صوري أنا صور حنان، فخالد الفضلي كل يوم صارت في يعني صار نفس العادة نخلص قبل أن نروح التمرين أبوس صورته خالد يبوس صورته ونروح ونرجع من التمرين أول واحد بطل الغرفة خالد يبوسها، فصارت عادة، فخالد حب حنون وهي صغيرة فتعلق فيها وما شافها، فكاظمة عندهم البطولة الآسيوية فلازم يرجعون، هذه اللي قلت لك عليها مات لبونسكي 45 يوم فيرجعون قبلهم بعشرة أيام، إحنا داخل هناك يحظكم يحظكم بأربعة وتسعين، فخالد الفضلي وياي بالغرفة سلمت عليه وذهب أغراضه، فقال لي أنا راح أسوي لك مفاجأة، قلت له شنو؟ شو يقول ما لك شغل؟ شو تسوي لي مفاجأة؟ قال لي راح إن شاء الله المرض، قلت له أوكي، كان مو متزوج أبو مرزوق، فراح بالسلامة وصلوا هني ولعبوا بطول، لعبوا ثاني يوم لعبوا وثالث يوم، ذاك اليوم ولا تلفون الغرفة يدق. الدقة بالفنادق دقة طويلة يعني الكويت يعني خارجي، فشلته حسب البيت ولا خالد فوق، قلت له لا وليد شلون؟ قال لي لحظة عندي في واحد يبيك، ولا مار بيتنا ماخذ حنون الصغيرة ومفتر فيها ومديها السوق وشاري لها أغراض وقاعد يقول لها هي صغيرة، قاعد يقول لها أنا حبيتك قبل يعني أشوفك من كثر ابوك، اخ اللي وديش حق ابوك الحين لنا 40 يوم، ف وانا اكلمه ولا بابا، هي تقول لي بابا هو صغيره ما كملت سنه يعني، فخالد يقول لي ها المانيا ولا هي من الحكي من الوناس اني سمعته وهذا، فدمعت انا بكيت، فخالد قال لي ادري بكيت يلا يلا باي سكره. فهذا موقف اول مره اقوله، يمكن حتى خالد الفضلي باكثر من برنامج ما قاله، فكانت بيننا خصوصيه انا خالد الفضلي في هالسالفة هذه، فللحين خالد ما يقول لي أبو عذبي، للحين يقول لي أبو حنان، إيه، فمرات عذبي عصب يقول لي يبى أكلم عمي خالد الفضلي خليه يقول لك أبو عذبي ما يصير أبو حنان، لا لا في سالفة، فهذا برنامجكم أول مرة أقول هالسالفة، البرنامجكم يعني حصري لكم، خالد الفضلي شلون راح بسبت شسمه، قال لي ها أنا الحين شفتها قبلك، خليك أنت هناك، خلي ويسكي يفيدك. بالغزو يمكن انا صرت تطوعت اصغر متطوع يعني في التطوع، اذا تبي تروح تطوع لازم عمرك 21 سنه، انا عمري 20 وحطيت واسطات عشان اتطوع، وكان قلت لك انا البيت كله عسكريين يا شرطه يا جيش، وكانوا عندي 3 أخوان اسرى، فالباجين كلهم التحقوا، فبقيت انا بالبيت مع البنات ومع اخواني صغار، فحسيت اني انا مو مال جو بنات وجلسة، مع أن الوالد الله يرحمه كان موجود وخالي كان موجود وعمي كان موجود الله يرحمه، فبيت واحد فمو عايزانين في رجال بالبيت عرفتي، ما خليت بنات أو خليت حريم، فجو الحريم هذا مو جوي أنا معروف، أنا جوي ما أدش داخل،
جوي كله دواوين وكله ربع. فقلت لابوي، قال لي روح اذا يقبلونك روح، ورحت. ابوي يدري ان قانون 21 سنه، فرحت هناك في مكان بالسعوديه اتطوع. فقالوا لي لا ما يصير. فلقيت ضابط سعودي الله يذكره بالخير، انا ما حتى اسمه مو لاقي. قلت له يا معود كذي كذي الوضع وبروح وانا اخواني اسرى. فتوسط لي وسجلوني التطوع هذا. رحت دوره التطوع، وبعدين ودونا مصر لانشاص حرب مدن لمده شهر دوره، وردينا هني تحرير الكويت. وقعدت تقريبا شهرين وتحررت الديره. هذا موقف بالغزو. الموقف القوي بالغزو ان ثلاثه من اخوانك اسرى، يعني امهاتك في حزن، الديره انت في حزن اصلا لان عرفت وضع الديره، تروح حق ابوك في حزن، الابو والامهات الثلاثه ما يدرون عن عيالهم اللي اسرى واللي متطوعين في حرب ما في حرب في صيف. فصارت يعني اعتقد كل كويتي مو بس انا ان فتره الغزو فتره صعبه جدا جدا، خاصه اللي كان يعني عايشها وكان كبير بالعمر انه يعرف شنو الغزو. فكنا في حاله حزن كبيره. طلبونا بالغزو كنمثل منتخب، كان وليد نصار، وكانوا اكثر اللاعبين رايحين انديه خليجيه يلعبون. يمكن ما حاشهم ظرف، يمكن ظروفهم هو يبي يلعب يبي يرفع اسم الديرة من مجاله هو، يمكن ما حاش أسر. أنا ظروفي غير، مع أنه قدموا لي العرض أن أروح نادي قطر أو البحرين ألعب محلي أو أروح منتخب الأولمبي اللي كان عشان يرفع قضية ويشكرون عليها قضية التحرير وقضية الغزو. فبس كنت وقتها مو ما في مجال للعب كرة القدم. التفكير داخل البيت سيء وبرا البيت سيء. تفكر بإخوانك الأسرة ولا تفكر بإخوانك اللي التحقوا، تفكر بأبوك الحزين ولا أمهات. فصار الجو مو جو، يعني أنا أعرف نفسي إذا مو صافي الذهن وأروح أتمرن وألعب مستحيل أقدم مستوى. فهذا العائق الوحيد، كانت ظروفي أقوى مني أنا أروح ألعب كرة قدم. فلازم أعيش في مجال أنا أتأكد من سلامة إخواني وأطمن عائلتي. فالمجال العسكري اللي كان الوقت الوحيد اللي دشيت فيه عسكريا.